اختنت ام الكياس ومن الشارع هذيك. حبيت وليد حبيت نقول لك اللي الكليب نتاعك مش فقط تعمل ضجه على الانترنت، لكن حتى في وسائل الاعلام وفي عالم السياسه صارت عليه برشا ردود افعال. هات نعطيك مقتطفات من نشره اخبار قناه التاسع اليوم، نتصورك ما ريتهاش خاطر كنت بحثين قبيله. لا ما ريتش. جوست بعد ما خرج الكليب، سيد مخرج اعطينا اشتعاد اليوم في الاخبار. عطيك نشرة استثنائية للأخبار، أهلا بكم. في خبر عاجل وردنا منذ قليل، يشهد شارع الحبيب بورقيبة مظاهرات حاشدة تنديدا بالفيديو المصور الأخير لوليد النهدي. تجمعات احتجاجية وحرق عجلات مطاطية أدت إلى حالة استنفار أمني لسد كل المنافذ المؤدية إلى منزل عائلة النهدي. حالة إغماء بالجملة بين الحضور في انتظار حضور حفيدي فيل كولينز شخصيا، والذي كان هدد في السابق بحرق نفسه إذا لم يتم سحب الكليب من اليوتيوب. هذه الأزمة التي أطلق عليها ثورة البيكش أدت إلى عقد جلسة استثنائية صبيحة هذا اليوم بمجلس نواب الشعب، حيث طالب عدد من النواب بتدخل عاجل من رئيس الحكومة لإيقاف النزيف، وكان هذا ما صرحت به النائبة سامي عبو خلال الجلسة العامة. شكرا سيد الرئيس. بربي ملاحظة خيلة قبل ندخل في الموضوع، أنا على كليب بيكش نتاع دليل، لا مش دليل يا ربي، وليد النهدي، وهذه نقطة وأرجوكم أنكم تولوها من الاهتمام التام يا سيد الرئيس. أولا أنه مصور بحنا قجرنا، هذيك القوات المسلحة تسير ونحن إرهاب وواحد وحدود مهدة يكمل هو صوب حذاها. ثانيا الكهرباء الزرقاء. ثالثا ولهنا ندعو الجمعيات والمجتمع اللي هي بالامور هذيا نتاع رفق بالحيوان على كيك الكلاب. ثم اهم حاجه اخرى اللي هي تسكر اختار شباب تونس الموتور يا كبري هذاك، شنو هي المثال شو شباب تونس احلى؟ شنو هالوايق هذايا؟ يا ربي انا نقاوم الفساد ولا نتلهب بكليب بيكش تاع وليد النهدي؟ وسامحني عيشك انا لهنا نسال سؤال بسيط، من يقف وراء هذا الكليب؟ ونحن نعرفوا انه البنات تشهد عوده الازلام، لابد انه نوليو، يعني هذه مؤامره قاعده تحاك للثوره تونس، مؤامره تحاك. نضحك ربي يا وليد وانت يا حكومه عليك تحمس ذلك الكل. انا اللي عندي كل قلته سيد رئيس. كما كان للنائبه بشرى بالحاج حميده على غرار بقيه النواب راي في الموضوع. شكرا سيد الرئيس. اليوم باش نحكيو لانه موضوع كبير وكبير برشا، مش نحكيو على المراه، ايما كمان باش نحكي على المراه اليوم، خصوصا لانه الوضعيه مش علاقه بقوانين وعلاقه وتعرف. والله 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 جو سوي فريمون ديزولي انا الا جو مادريس ا توا سورتو ا توا. وليد النهدي، وليد النهدي علي المراه كينغ افيك ليب نتاعك او هكاك مغيبه تماما، وحتى كي جات انا ريد معناتها ممثله فنانه راني جابسي واساور هكاك تعملوا بعد عزكم ودلالكم، معناتها تخدموا كنتوا تخدموا كمومين ومزازلات وكذا. وليد جون 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 من الاخر انا ماني كنت مع ضد يعني الحبس للشباب معناتها العام وفيسبا، توا رجعوا العام وفيسبا الحبس ولا كليب وليد النهدي. شكرا سي الرئيس. هذا وقد وقع فتح تحقيق في الغرض وتكوين لجنة مشتركة بين وزارات الدفاع والداخلية والعدل والصحة والثقافة والشؤون الاجتماعية وشؤون الشباب والرياضة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى هذه الأزمة. موضوع للمتابعة، نوفيكم بمستجداته في نشراتنا اللاحقة على مدار الساعة.